لفترة كبيرة مش مهتمة باللغة العربية، لكن في العام الماضي تحديدا قررت ان 18 ديسمبر من كل عام يكون يوم عالمي للاحتفال باللغة العربية، وفي اهتمام كبير من منظمة اليونسكو هذا العام بهذا الموضوع. ويمكن العنوان الرئيسي لاحتفالات هذا العام كان متعلق بدور الإعلام في دعم اللغة العربية وتقويتها ونشرها على مستوى العالم، خاصة انها من ضمن اكثر 6 لغات انتشارا على مستوى العالم، في احتفالية خاصة أقيمت في باريس للاحتفاء باللغة العربية. وطبعا كان في مفاجأة في هذا الاحتفال، إن يعني الفرنسية رينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة اليونسكو قالت في الحضور إن هي ألقت كلمة باللغة العربية، عبرت خلالها عن سعادتها بدراسة اللغة العربية، وإن هي تحدث العربية وصفة إياه اللي بيحتوي على يعني كنز بيحتوي على معاني كثيرة. أعلمونا، إحنا معنا مداخلة هاتفية للحديث حول هذا الموضوع مع أستاذ دكتور محمد حسن، أستاذ اللغة العربية بكلية دار العلوم وعضو مجمع اللغة العربية. دكتور محمد صباح الخير يا فندم. صباح الخيرات. فكرة تخصيص يوم عالمي للغة العربية من قبل منظمة اليونسكو، كيف ترى هذه الفكرة؟ لا شك أنها فكرة جيدة، وفي هذه الظروف التي يعيش فيها العالم العربي أصبح لها أهمية بالغة. يعني كيف يمكن أن ينعكس هذا اليوم وتخصيصه على اللغة العربية ونشرها على مستوى العالم أو الاهتمام بها، مظاهر الاهتمام خاصة بعد اهتمام اليونسكو كيف يمكن أن تكون؟ المشكلة ناتجة عن إحساس الشعوب العربية بالهوية الإنسانية للغة العربية، وأنهم ينتسبون إليها ويفتخرون بها. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية وهي مشكلة العلماء والدارسين والباحثين الذين لا يثقون بأن العربية يمكن أن تكون لغة علمية يكتبون بها ويقرؤون بها ويبحثون بها. إذا تجاوزنا هاتين المشكلتين يكون الأمر أهون. طب يعني سيادة الدكتور، يعني فكرة حضرتك يعني طرحت نقطة مهمة جدا، هي إحساس العرب بهويتهم العربية المنتمية أساسا للغة العربية. احنا شايفين غزو ثقافي أوروبي على يعني لغات عالمية جديدة، يعني والإنجليزية طبعا هي الرئيسية والفرنسية. ماذا يعني ستؤثر علينا، وكيف يعني ان انتوا كدكاترة لغة عربية يعني الأصول اللغة العربية عندكم ازاي يعني الثقافة دي تنشروها بين الجيل الجديد، حتى أهم لأن احنا شايفين الجيل الجديد كله بقى يعتمد حتى في الكتابة في الرسائل على العربية بالكتابة الإنجليزية. لا شك أننا نعيش في عصر لا ينغلق على نفسه، في عصر العالم كله قرية واحدة، ما يحدث هنا يؤثر هناك وما يحدث هناك يؤثر. ولا شك أن اللغة السائدة الآن والمهيمنة على النشاط الإنساني هي اللغة الإنجليزية. فلا بأس من أن نستخدم اللغة الإنجليزية ولا بأس أن نتعلمها، ولكن المشكلة ناتجة عن الاستغراق في الثقافة الأوروبية المهيمنة على الحياة الإنسانية في العالم العربي. المحور الرئيسي أو العنوان الرئيسي لاحتفالية هذا العام دور الإعلام في تقوية أو إضعاف اللغة العربية، كيف ترى دور الإعلام في تعامله مع اللغة العربية، ويعني ما الذي يفترض بأن يقوم به الإعلاميون أو يعني القنوات المختلفة وحكومات الدول العربية بشكل أساسي في هذا المجال وفيما يتعلق بالإعلام تحديدا؟ أولا، القضية ليست قضية الإعلام وحده أو وزارة التربية والتعليم أو المجمع أو وزارة التعليم العالي، هي قضية مجتمع. لابد أن يتوافر لدى المجتمع كله هذه الروح الإنسانية التي تعيد للغة العربية حقيقتها. بالنسبة للإعلام، الحقيقة هو أكبر مؤثر في صنع الرأي العام الذي نحتاج إليه في إعادة النظر إلى هويتنا العربية. الإعلام هو الذي يصنع الإنسان الآن، فإذا كان الإعلام قد نزل إلى هذه الهاوية
من استظهار اللغة العربية وعدم الثقة بها فماذا ننتظر؟ هذا لا يعني أننا يعني أويش الناس من المستقبل، لكن أقول الإعلام يصنع اللغة العربية أو يجنبها في كل شيء. طيب يعني يا دكتور، بما أنك أحد يعني المهتمين باللغة العربية وأستاذ لغة عربية بكلية الإعلام ويعني عضو مجمع اللغة العربية، ما هي الخطوات اللي يعني أمثال حضرتك من المهتمين ومن المدرسين والناشرين لهذه اللغة، إن أنتوا إيه الخطط اللي ممكن نعملها إن إحنا نحافظ على تراثنا العربي بل ننميه زي ما قلت لحضرتك، يعني فكرة الأجيال الجديدة ده الأهم. شوف، العامل الأول هو التعليم. نحن نعيش في عصر هبط فيه مستوى المعلم ومستوى التلميذ في المدارس العامة هبوطا شنيعا، واحنا بنشوف يا دكتور يعني ان الناس بدأت تروح للتعليم الخاص اللي بيعتمد اساسا على الانجليزية. سأكمل كلامي، اتفضل. انا اتكلم عن المدارس العامة لانها هي التي تعلم ابناء الشعب بالفعل. انا لا اتكلم عن المدارس الاخرى التي يمتلك أهاليها ما يستطيعون به أن ينالوا أفضل تعليم ممكن، ولكن هؤلاء يعني من الشعب حقيقة، ولكن أغلب الشعب الآن هو الذي يلتحق بالمدارس الحكومية العامة. أنا أقول هبط تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بحيث يتخرج أقول آلاف مئات الآلاف من الأطفال لا يقرؤون ولا يكتبون، ويتسربون في مراحل المدارس الابتدائية كل عام لينضموا إلى الأمية التي سادت الآن 40% من الشعب المصري. هنا ينبغي أن نتوجه إلى هذه الطبقة وإلى هؤلاء الناس الذين هم الشعب المصري. هؤلاء الآخرون أيضا لهم مشكلة كبيرة جدا، أنهم يعلمون أولادهم باللغات الأخرى في المدارس ذات المصروفات الباهظة، وهؤلاء أيضا ينقطعون عن المجتمع المصري بفضل التعليم الراقي والكبير الذي يتلقونه في هذه المدارس. يعني إذا شعب أكثر أبنائه لا يعرفون العربية، وشعب آخر أيضا لا يعرف العربية لأنه يتأثر بالإطار الثقافي للغة الإنجليزية وباللغة الإنجليزية نفسها. أعتقد أن المشكلة كبيرة جدا يا بني. نعم، نرجو أن الاهتمام اليونسكو باللغة العربية يكون دافع أيضا اهتمامنا نحن كمجتمع وكدولة بهذه اللغة، لغة العالم العربي بشكل أساسي. أستاذ دكتور محمد حسن، أستاذ اللغة العربية بكلية دار العلوم وعضو مجمع اللغة العربية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. بنشكرك يا دكتور على هذه المداخلة، ونهتم نتمنى طبعا يعني أن صوتك يكون وصل، لأن لغة القرآن يجب ألا تندثر، وأن ده لغة يعني الشعب المصري بطوائفه ما لهاش دعوة بإذا كان مسلم ولا مسيحي، هي لغة القومية العربية كلها اللي احنا للأسف بدأنا نبعد عنها شوية. وطبعا زي ما قال الدكتور احنا محتاجين نطور التعليم إذا كان خاص أو عام، لأن برضو اللغة هي العامل الأساسي للتواصل وهي أساس التواصل مع العالم كله. أنا مما ده معادنا مع جولة اليومية للصحافة، رؤية تحليلية لأبرز ما جاء في الصحف الصادرة صباح اليوم، ومعانا فيها الكاتبة الصحفية نورة راشد نائب رئيس تحرير جريدة المساء. صباح الخير، بترحب صباح النور. صباح الخير يا فندم، منورانا. الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير على شعب مصر، وطني العزيز، الشعب اللي أنا يعني بنتمي ليه، وبتقدم بالتحية لرجال القوات المسلحة اللي نهضوا بيه ولشبابنا وشهدائنا.
اللي نتمنى ان النهارده يكون يوم جميل واخبار جميله. نتمنى ان هو يعدي على خير النهارده. اهلا، احنا هنبدا مع حضرتك من جريده الاخبار، والعنوان الرئيسي الاخبار: تكشف تحقيقات التخبر مع مرسي و35 قياده اخوانيه، المعزول ارسل نسخ من تقارير الرئاسه السريه لحماس وحزب الله وايران. كيف تعلقين على العنوان؟ كل يوم بتتكشف حقائق جديده، طبعا. اتصالات، اجتماعات سريه، نوع من انواع التسريبات، فكيف تقرأ هذا الخبر؟ طبعا كل الشكر والتقدير للاجهزه الامنيه اللي هي افصحت عن هذا المخطط الارهابي، المخطط الدنيء الخسيس، المؤامرة الدنيئة اللي هي داخلية وخارجية. وأنا يحزنني أن يكون المؤامرة من رجال كانت من 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 مصر، من أرض مصر ونبتها، وأن يكون هذا الرئيس يكون فلاح، كان فلاح يعني من الشرقية، وأن هو يعني يطيح ببلده وبعرضه وبشرفه وطنه. فهي المؤامرة دنيئة وخسيسة، ويعني كان يتآمر الأجنبي اللي هو العميل أي كان، لأن أنا مش عايزة أظلم الأجانب كلها، لأن في من الأجانب أو الجهات الدولية مهذبين وبيهتموا، لكن هي كانت المؤامرة إن، لأن مش هخص اسم بحدا عشان ما نعملش مشاكل، يعني كفايانا مشاكل، ولكن هي كانت المؤامرة على إحباط كيان مصر والسعودية. يعني دي كانت من المؤامرات الدنيئة الخسيسة، الرهان اللي هي تكون الجائزة الكبرى ان نكون احنا نفوز بمصر بتحطيمها وتفتيتها سياسيا وامنيا وماديا، وتشريد شعبها على تقسيم مصر الحبيبة الى كل من يلتهم بقى قطعة ومناقصات ومقايدات. فده اللي يعني انا طبعا يعني بشكر الجائزة الأمنية اللي هي الرقابية اللي هي بنكن ليها بكل التقدير والاحترام كالمخابرات. حضرتك يعني دي فكرة مهمة جدا، فكرة ان المخابرات، احنا بدأنا نشوف تسريبات مخابراتية بتعلن يعني اخبار عن تخابر رئيس سابق، تخابر جماعة الاخوان، تمام. يعني وما زال بعض المغيبين بيقولوا ان الاخبار دي مش صحيحة، ده تلفئات، ده لا لا لا، احنا لا شايفين قصة يعني فكرة ان المخابرات بتبدأ تعلن عن بعض الاسرار ربما كانت قبل كده ما بتعلنش. تمام، هو شوف حضرتك الخطة، الجهاز المخابرات لو تذكر 73 المخابرات يعني عملت إحباط للمخابرات الأمريكية، تمام. فإحنا من يعني دول يعني جهاز أمني منظم ومرتب وقوي جدا، ورجاله ناس منزهة وعلى الحياد. هو أصلا جهاز الأمن المخابراتي ده طالع من الجيش ومن رجال الشرطة، جهاز أمني يعني، برضو كان طالب منهم، طالب قوات مسلحة يعرف معنى الوطن، ويعرف ان مبدأه ان وطنه هو عرضه وشرفه وحماية بلده، ما بيفهمش اي حاجة تانية، لا تغري اي ماديات ولا تغري اي تقسيمات او اي شيء. فهذا الجهاز نكن ليه بكل التقدير والاحترام، وكمان الامن الوطني ومعاه رجال الشرطة اللي عمالين يعني انا بكن لهم بكل التقدير والاحترام، اكيد بنحسن على وبنعي احمد عبد الحميد عبد الرحيم مؤخرا، الشاب الجميل اللي ربنا يصبر والدته يعني، طيب. لان ده احزنني يعني احنا مازلنا برضه في موضوع المخابرات، بس دي المخابرات.